خلينا نتحول لخبر انا شخصيا مش فاهمه لغايه دلوقتي، وكنت بحاول افهم التفاصيل بتاعته، انه الشركه المصريه للاتصالات قررت تحويل كافه الخطوط الارضيه الى خطوط مسبقه الدفع. يعني ايه؟ يعني الخط الارضي ده انا عارف ان هو التليفون المحطوط، هيجرى فيه ايه؟ ايه التغيير اللي هيحصل فيه؟ المهندس محمد ابو طالب نائب رئيس الشركه المصريه للاتصالات، اهلا بيك يا فندم. سلام حضرتك يا فندم. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ هتعملوا ايه في التليفون؟ ولا حاجه، هو حضرتك يعني هرجع بالتاريخ ورا شويه كده. احنا في 2017 لما جينا قدمنا المنتج المحمول كان على سيستم جديد شايلينه او مؤسسينه، وما فيش اسهل من انك تقدم خدمه على سيستم جديد لسه ما لهوش عملاء. بالظبط. وبالتدريج لازم، احنا كنا رايحين لفكره الانتجريشن او ان احنا نقدم فاتوره واحده او موحده لجميع خدماتنا. بالتالي ابتدينا بالتدريج وبكل سلاسه وسهوله، نقلنا كل عملاء الانترنت الارضي على نفس السيستم الحديث اللي عندنا، ومحدش اخر من حد حس ليه، لان هو بالطبع الخدمه اللي هي الانترنت الارضي وبقالنا سنة دلوقتي بنأهل السيستم ده ان هو يبتدي ياخد الطبيعي بتاع خدمات الاتصالات، يبقى فيها شقين، خدمة مسبوقة الدفع اللي هي البري بيد او زي الكارت مثلا في الموبايل، وخدمة اللي هي زي الاشتراك الشهري اللي هي الدفع اللاحق او اللي هي الخدمة المفتوحة. السيستم دلوقتي احنا ابتدينا خلاص السيستم مؤهل ان احنا ننقل التليفون الارضي، ودي حاجه مش سهله جدا لان هي اقدم منتج عندنا عليه حوالي 11 مليون عميل، نبتدي ننقله على السيستم الحديث اللي هو يبقى فيه فايده للطرفين. اول فايده ليه للعميل ان هو هيتفادى الصدمه بتاعت الخط المفتوح اللي هو مش عارف اخره كام، اللي هو بيدفعه كل 3 اشهر. تاني حاجه وجود التليفون عملاء التليفون الارضي على نفس السيستم مع المحمول والانترنت الارضي هيدينا احنا مرونه ان احنا نقدر نقدم الخدمات المتكامله اللي عاوزين نقدمها ما بين الثلاث منتجات. لا يعني انا عايز افهم دلوقتي احنا بندفع اشتراك، ايه التغيير اللي هيحصل؟ هندي مثال، احنا عندنا مثلا 3 باقات للتليفون الارضي اللي هو ال 20 جنيه و35 جنيه و65 جنيه غير شامله الضريبه. دي بيبقى عليها بعض المميزات، يعني كذا دقيقه للمحمول، كذا دقيقه من ارضي لارضي محافظات وهكذا. حضرتك النهارده اللي كان بيدفع 20 جنيه فليكن مثلا مثال وهو عليه اغلبيه العملاء، ده كان بيدفع 60 جنيه كل 3 اشهر وعليهم الضريبه. هو بيدفع ال 60 جنيه ولو اتكلم بره الباقات دي بيفضل يعد معاه الفاتوره لغايه ما يجي ميعاد الدفع ويسدد، بيبقى بيشوف بيتفاجئ بالفاتوره قد ايه ساعتها. النهارده لا، قبل الثلاث اشهر ميعاد وجود الرساله، احنا بعتنا اوريدي بعتنا رساله حوالي 2 مليون عميل، خلاص انت من النهارده معانا على نظام المدفوع مسبقا او البري بيد. من يومها حضرتك بتدفع ال 60 جنيه مسبقا. لما الرصيد يخلص في اي وقت خلال الثلاث شهور يقول لك لو سمحت عاوز تشحن زياده اتفضل اشحن. دي باشمهندس محمد، وده الفرق ايه بينه وبين اللي كنت بعمله ايه قبل كده؟ اللي بتعمله قبل انت كده دلوقتي انت دلوقتي ناوي تدفعنا اكتر مش كده؟ لا ده كده اقل، انا كده هخلي العميل يتحكم في المدفوعات بتاعته. يعني قبل كده حضرتك انت حضرتك خلصت ال 60 جنيه في نص الشهر الثاني مثلا. حضرتك هتفضل تتكلم ويفضل التليفون يعد عليك لغايه ما تيجي اخر الثلاث اشهر تعرف انت عليك كام. تجي لك الفاتوره بقى. بالظبط. حضرتك تشوف انت اتكلمت كتير، حد من العيله اتكلم كتير، انت ما طلعتش عارف. فالنهارده اللي بيحصل مع حضرتك جه مثلا في نص الشهر الثاني خلصت ال 60 جنيه اللي حضرتك شايلهم، يقول لك ها عاوز تشحن ثاني. ولو ما خلصتش لو ما خلصتش خلاص يا فندم، هو ال 60 جنيه زي المدفوعات، انت ليك باقه ب 20 جنيه في الشهر عليها بعض المميزات، حضرتك استهلكتهم ما استهلكتهمش تمام، زي بالظبط خط الموبايل. حضرتك لو شاحن موبايل كارت ب 100 جنيه وجاب فترة تجديد ما استخلفتش الباقة. طب الباقة ديت ليه علاقة بأي حاجة؟ ليه علاقة بالإنترنت الأرضي؟ ما هو برضه أصل أنا التليفون ده بستخدمه لأنه من غيره أنا ما عنديش إنترنت أرضي. صح، نفس العلاقة الطبيعية اللي هي موجودة حاليا. حضرتك لو في ثلاث أشهر جه الفاتورة على حضرتك. حضرتك عندك إنترنت أرضي بتدفع له كل شهر. لو الفاتورة بتاعت الأرضي ما دفعتش بيتقطع الإنترنت بتبعية. ده الطبيعي، ده اللي ماشي النهارده. ده السيستم الحالي.
كمان بخلاف ان مع التحول الرقمي حضرتك احنا عندنا الابلكيشن بتاعتنا اللي هي اسمها ماي وي، اللي حضرتك بتدفع عن طريقها وبتشوف استهلاكك قد ايه عشان تقدر تراقبه. النهارده وجود منتج التليفون الارضي على السيستم الجديد هيأهلك تدخل على الابلكيشن تشوف الاستهلاك بتاعك. مش مهندس، اغلب الناس اللي هي عندها الخط ده هي ما عندهاش عده، هو مشترك بس في الارضي علشان يبقى عنده انترنت ارضي. تمام حضرتك، الفتره المقبله اللي هتقدر تخليني ان كل الثلاث منتجات يبقوا على سيستم واحد هتقدر تاهلني اقدر اعمل منتجات جديده، يعني مش هقدر افتح حتى اعمل منتجات جديده تقدر تاهلني ادي للعميل الحاجه بتاعته المحتاجه. يعني انا انت بتنصحني ان انا يبقى عندي عده؟ طبعا، لان انا ما عنديش تليفون ارضي، انا شخصيا ما عنديش تليفون جنبي على المكتب بتصل بيه فيه حراره. طبعا انصح حضرتك يكون فيه عده، لان كمان الفتره الجايه التكنولوجيا حضرتك بتقدم والتليفون الارضي يعني بغض النظر عن اصلاح المشاريع الجايه ان شاء الله في 2024 احنا كلها خطوات للوصول لحته معينه. التليفون الارضي مهم جدا والفتره الجايه هيبقى اهم. الارضي التليفون المحطوط ده هيبقى مهم. اه يا فندم والله هتشوف حضرتك، احنا في 2017 كنا حوالي 6 مليون عميل، النهارده احنا حوالي 11 مليون عميل. ايوه يا فندم، هم بقى 11 مليون عميل لان انا ما ينفعش يبقى عندي انترنت ارضي من غير ما يكون عندي خط ارضي، فهم العملاء زادوا مش عشان بيتكلموا في التليفون ده، ما حدش بيتكلم في التليفون ده خالص، انا ولا انا بيتهيألي؟ هيبقى له اهميه ان شاء الله يا فندم وحضرتك، يعني هتجيبني في محادثه ثانيه افكر حضرتك بتكلم لغه اهلي. طب انتوا هتبتدوا تعملوا السيستم ده من امتى؟ احنا ابتدينا حضرتك حولنا فعلا 2 مليون عميل من 11 مليون وجالهم رسائل وابتدى السيستم يطبق ده عليهم وتم بنجاح الحمد لله، ان الناس هتبتدي تشحن عشان تعرف تتكلم. يعني تشحن الاول ال 60 جنيه فليكن من غير الضريبه. اه هنشحن اونلاين يعني خلاص بقى ما بقاش فيه بقى السنترال ونروح ندفع الفاتوره والكلام ده. زي الانترنت، وهيبقى بعد كده التجديد بتاعها من على باقه ماي وي، ومن خلال باقه ماي وي حضرتك هتقدر تعرف استهلاكك. النهارده حضرتك ما تقدرش تراقب استهلاك التليفون الارضي من ماي وي، على السيستم الجديد هتقدر. تمام. المهندس محمد ابو طالب نائب رئيس الشركه المصريه للاتصالات، بشكرك شكرا جزيلا.